تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك فيما يلي نصها. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ملك مملكة البحرين المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأنه ليسرنا كثيرا أن نعبر لجلالتكم عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على جلالتكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة، وعلى مملكة البحرين وشعبها الوفي والأمة العربية والإسلامية بوافر اليمن والبركات، وأنه لمن دواعي سرورنا اغتنام هذه الأيام المباركة لنعبر لجلالتكم عن خالص فخرنا واعتزازنا بمسيرة الخير والتقدم والنماء التي تقولونها جلالتكم بكل الحكمة والاقتدار في بلدنا العزيز مملكة البحرين، تحقيقا لأمان وتطلعات شعبكم الوفي المحب لجلالتكم. دعينا المولى سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر، إنه سميع عليم مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر هذا نصها: صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببالغ التقدير والامتنان تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بعيد الأضحى المبارك، وأننا إذ نقدر لسموكم هذه المشاعر الكريمة لندعو الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى مملكتنا العزيزة وشعبها الكريم والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. حفظ الله سموكم لمواصلة الدور البناء الذي تنهضون به في سبيل تقدم ورفاه مملكتنا، ودمتم بحفظ الله سالمين. حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين.